هذا الصباح تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومنظمتين عالميتين أمميتين مهمتين اللي هما منظمة العمل الدولية ولونيفام. فالهدف عندنا هو القضية المرأة ما تبقاش قضية شعار فقط، لأنه احنا بغينا نترجمه الإرادة الملكية السامية والعناية الخاصة لتدير صاحب الجلالة للنساء بشكل عملي في إطار البرنامج الحكومي اللي كيف ما كتعرفوا تيتكلم على أنه خصنا نرفعوا من العمل ديال المرأة حتى 30% في غضون هذه الولاية إن شاء الله. وباش نقدروا نترجموا هذا البرنامج الحكومي خصنا واحد العدد ديال الدراسات الدار باش نعرفوا بالضبط شنا هي الأمور اللي غادي نخدموا عليها، لا على المستوى الترابي في التراب الوطني ولا على المستوى القطاعي في القطاعات اللي ربما تضررت من تراجع العمل ديال المرأة بفعل أزمة كوفيد 19. وبالتالي إن شاء الله هذه المذكرة التفاهم اللي بموجبها غادي ناخذ واحد العدد ديال الخبراء والخبيرات واللي راه بدينا احنا العمل في الأسبوع الماضي اليوم غير ما وقعنا عليها، باش نقدروا إن شاء الله في الشهور القليلة المقبلة نخرجوا للوجود واحد الخطة متكاملة تساهم في خطة الحكومة ككل في ترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس، ونعاونوا جميع النساء المغربيات اللي كيستحقوا واللي احنا فخورين بهن إن شاء الله في القريب العاجل. وشكرا. نحن اليوم موجودين مع الوزارة ومع زملائنا من أونيفام لحتى نمضي اتفاقية، وهي الاتفاقية هي حول تشجيع دخول المرأة إلى عالم العمل، إلى عالم العمل اللائق. ونحن موجودين اليوم لأنه بدنا نعمل دراسات سوا، بدنا نقوم بنشاطات فنية لحتى نسهل دخول المرأة لعالم العمل ونزيد من عدد السيدات وخاصة الشابات في عالم العمل. رح نعمل مثل ما قلنا دراسات، ورح نعمل كمان نشاطات فنية، ورح نعطي كل الدعم المطلوب للوزارة لحتى نتأكد أنه الأيام اللي جاية بعد كوفيد تكون أيام تؤدي إلى دخول المرأة بطريقة أسهل وأسرع لعالم العمل اللائق.